يناضلون ليرسمون سويا من مشاعر الحرية والتضامن لغد أجمل إن شاء الله ولغد أكثر إنسانية حين تتفتح ظهور السلام والعدالة. أيها الحضور الكريم، تخجل الكلمات والأقوال في وصف ما نحن فيه، ومع ذلك فلا بد وأن ننتقل من مرحلة الإعجاب إلى مرحلة فعل العجب، إلى مرحلة الانبهار، إلى مرحلة التتبع. نحن الآن نهنئ بعضنا بقدوم الموسم الدراسي، وكلنا مشتغلون بإدخال أبنائنا إلى المؤسسات وبشراء الأدوات وبغيرها. أطفال غزة الآن، أطفال غزة الآن للعام الثاني يحرمون، أطفال غزة الآن الذين يستشهدون، استشهد خلال هذا العدوان أكثر من 335 أستاذ انتقلوا إلى ربهم. في غزة في فترة الدراسة وفي السنة الدراسية استشهد فيها أكثر من 7000 تلميذ، 7000 شهيدة، وآلاف من المفقودين. هؤلاء هم غزة، ومع ذلك فإننا نسائل أنفسنا لما حضورنا ولما نأتينا. وأنا أستمع لبعض الشعارات، وأنا كنسمع الشعارات نهضر شوية بهذا، كتشدني بعض المرات تهوريشة من الشيء اللي كنقولوا، حيت كنقولوا شي حاجة اللي هي راه ماشي سهلة، ليست كلمات عابرة وليست كلمات ماضية، وإنما هي مواثيق نقدمها بين يدي الله عز وجل. لما نقول هذه الشعارات فإنما نقولها بقلوبنا، وإنما نطالب بالحرية لذلك الشعب فإننا نطالب بقلوبنا، فنخشى أن نسأل عنها. ويصعد دائما انتباهي ونحن نصلي الجمعة وغيرها من أماكن العبادة إلا ونستمع للإمام وهو يدعو فيقول: اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. فتأتيني رهبة وقشعريرة من كلمة الخذلان. شنو الخذلان؟ الله دعاء العالمين كلهم يقولون: اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. هذا الخذلان اشنو هو؟ فبقيت كنقلب، مشيت للقران الكريم كنقول شنو الخذلان؟ اشنو زعما خذاله؟ شنو زعما انا نخرج حنا مخادلين ولا اش كنديروا؟ اشنو الان هذه المواقع اللي حنا فيها الان في اي مقام سوف ندخلهم؟ الخذلان مصدر خذاله وخذله ويخذل وخذلانا. وانا بغيتكم شويه هذه الوقفات نديو منها شي بركه، نديو منها شي بركه فقهيه وعلميه واكيد حماسيه واكيد مواثيقيه، اننا كنأديو المواثيق، ولكن ديو شويه العلم، ديو شويه البركه، وهذه فرصه اننا نفتحوا الان كلنا، شو رجعوا لكلام الله، رجعوا كثر سيدي ربي، كيفاش ربي كيهضر على النصر في القران، وكيفاش ربي كيهضر على الخذلان في القران، وكيفاش سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين شنو معنى ان يخذل المسلم اخاه، ان يخذل المسلم اخاه، الخادل ضد الناصر، فمن لم ينصر فهو مخادل. اللي ما نصرش واللي ما جات ساعه النصره واللي ما جاءت في ساعه المطيس فهو يدخل في سلك الذين يخذلون والذين ينتقلون من مرحله النصره الى الخذلان. الخذلان يقول لك العلماء يفسروه، يقول لك هو ترك من يظن به ان ينصرك. هو العشم، الخذلان شنو؟ هو ان يتعشم فيك انك تنصرو وما تنصروش. هذا هو الخذلان، هو ترك الاعانه. الخذلان هو ترك الاعانه، هو ما تكونش تعاون، هو ما تعطيش، هو ما توقفش. الخذلان هو ترك النصر ممن يتوقع منه ذلك، قادر يديرها وقادر ينصر وقادر يكون، ولكنه دار الخذلان. الخذلان هو ترك نصرة المستنجد الذي يستنجد بك، الذي يستنجد بك مع القدرة على نصره.